نطوف في بساتين العشاق وعلى أغصان مشاعرهم نستمع لبلابل قلوبهم تغرد بتوصيف حالهم وشكواهم وتبث آلامهم وتحكي آمالهم. تغاريد بدأت منذ بدأ الإنسان التعبير عن أحاسيسه بلغة الحروف. نسج الشعراء من خيوط تجاربهم زهوراً وقفت عليها ألسنتهم لتغني بقصائد تنوعت لغتها بتنوع اللغات وتباينت معانيها بتباين تجارب أصحابها. يأتيكم بإذن الله في الأوقات التالية.